ما أدري بس بدي شباك أو باب مش عارف. قول لي أبو سام صعب الفوتة من وين قطعت الشارع؟ ما خرج تقطع تقطيع لا بدك تطول بقى شوي بس بسرعه نروحهم الخليفة بس أضرب كنت تشغلوا لي إياهم من غادي احنا واحد اثنين ثلاث أربعة كل واحد المكان واحد يضرب واحد يوقف واحد يضرب واحد يوقف وزعوا على عدة مكان يعني حمديان ووراء بس لا كلكم بالمنطقة هاي بس كل واحد مكان واحد يضرب واحد يوقف عرفت يعني مشان يظل مستمر النار عليهم بس ينزلون ياسر مشان يضرب حمد تضربيش ماشي يلا خلاص روح توزع تشوف شلون توزيعتكم يلا انا ما اضرب ولا على حد الا اشوف عسكر روح مبين ترى بدنا نضربهم توزع اول شيء خذ مكانك فكر وين جيت بسد القابل انت هون بتضرب من المقابيل وتضرب لا من هون بدي اسوي انا مالك فجوة تضرب مالك ضرب خايفين هذا ضرب الخوف قام ينقلون ذخيرة وفطايف يتراجعون ثاني يسحبون